المشاهدين الأفاضل من جوار شاطئ عروس البحر الأحمر جدة وعبر البث المباشر من مقر جمعية الثقافة والفنون بجدة، حيث يتجدد اللقاء الرمضاني ضمن فعاليات ليالينا الثقافية المتنوعة التي يحتضنها بيت المثقفين ومنبع المبدعين والموهوبين. هنا نجلس على طاولة المسامرة مع رموز وطنية كان لها دور بارز في إبراز المواقع الجميلة في كل ركن من أركان وطننا الشامخ بصحاريه وسهوله وجباله وأوديته وعمرانه ونهضته ومقدساته. هنا نستنطق العدسة التي كانت تبهج أعيننا بجمال لقطاتها وتنوع مناظرها. هذه العدسة التي كانت تجوب وترفض دون كلل أو ملل، وكانت بين فكي الرفض والقبول، ولكنها كانت تشعر دوما بالأمان والإطمئنان لأنها في أحضان من عشتها ويدللها. رحبوا معي بصاحب المليوني صورة المصور العالمي الكبير الأستاذ خالد خضر. شكرا. بدءا سنستعرض مسيرة أستاذنا المصور العالمي خالد خضر عبر مقطع مرئي يبرز أبرز محطات الإبداع في عالم التصوير. دعاني الأصدقاء لحضور احتفالية التكريم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عنوانها حياتي في صور، للمصور الفوتوغرافي المعروف بمصور الحرمين الشريفين. فحضرت وكنت أتجول لمشاهدة لقطات فوتوغرافية لمكة المكرمة والمدينة المنورة وخادم الحرمين الشريفين، وبدأت أقلب صفحات الألبومات المصورة الموجودة بالمعرض، فتعرفت على الأستاذ خالد خضر فكان اللقاء. فدعوة لزيارته بالاستوديو الخاص بي. أنا حصفك أستاذ خالد. يعني أنا هنا شاهدت مسيرة أو سيرة من العصامية، وبين يدي كتاب من قلب مكة اللي يحتوي على 600 صورة، وهي أيضا مسيرة من الإبداع. نحن في الليالي الرمضانية، وسأبدأ بالسؤال المعتاد على ما يقوله الرمضاني: إيش الذكريات الرمضانية لأبو باسم؟ ذكرياتي في رمضان أول شيء كانت في الطائف. لازم أكون مجهز البليلة علشان بعد الفطور أروح أبيع. يعني كان الهم أنه يكون نوع من الـ يعني أنه يكون عندنا شيء نتناكله في اليوم الثاني، فكان هذا الهم. يعني محمولة بشيء من الـ لاحظ فيها نبرة من الحزن. طيب أبو باسم، يعني لو سألنا قلنا يعني أول كاميرا اقتنيتها كم كان سعرها ومتى تحديدا اشتريتها؟ لها الكاميرا كان لها قصة غريبة. أنا لما اشتغلت في الاستوديو كان راتبي 50 ريال، وكانت الوالدة مبسوطة جدا انه يعني بخفف عليها عبء العناء، وكان ممكن يعني في الاسبوع ناكل لحمة او يعني شيء طيب. فاول ما يعني كان فيه صاحب الاستوديو واللي علمني التصوير كان مضطر انه يقفل الاستوديو لانه كان عنده مشكلة في الجوازات وهذا. ف
فصاحب الاستوديو قال نقفل الاستوديو، ولكن اليمني اللي علمني التصوير قال له خالد ممكن يكون هو اللي يصور. فالموضوع انا فوجئت انه يعني يبغاني اكون مصور في هذا، فقال له ما مستحيل انه يكون هذا مصور وهو يعني ما له الا 9 شهور و7 شهور. قال له جرب، والان التجربه هي البرهان. فقال لي تصورني، يعني كسعودي اعرف كيف توزيع الغتره والحاجات دي. صورته وحمضت الفيلم، طبعت الصور. الرجل فوجئ في انه التصوير اللي صار احسن من التصوير تبع اليمني. فقال لي اليوم تبدا انت مساعد مصور، وراتبك من اليوم حيكون 150 بدل ال 50. هذا في عام كم يا ابو باسل؟ قبل 50 سنة. ففوجئت بهذا الكلام وقلت على طول ما دامت انت تبقى تعطيني 150 ريال في كاميرا مكتوب عليها السعر 150 ريال ياشكة لها عدستين. فقال لي خلاص هذا الراتب تبعك تاخذ الكاميرا. فرحت البيت ومبسوط انا، يعني سعادتي لا توصف. فالوالده فاجأت انه في عندي كاميرا وذا. قالت لي ايش هذه؟ قلت لها اشتريتها. قالت لي والراتب؟ قلت لها الراتب انا اترفع راتبي من 150 ريال الى 150. ففوجئت بالكلام هذا، فين المبلغ اللي نعيش به كمان شهر قادم؟ فقلت لها والله خلاص انا اشتريت الكاميرا. يعني اخذت لي علقه واخذتني لين الاستوديو سلمت العلقه. هذه يبدو لي هي سبب الابداع، انطلاقه الابداع. هي كانت بدايه الانطلاقه. ف اخذتني وراحت الاستوديو وقالت لي ابويا الحديده هذه ما نبغاها، احنا راتب ولدي 50 ريال يكفينا. قال لها يا بنت الناس خالد راتبه الان 150 ريال. قالت له تكفينا، ال50 ريال تكفينا، ما نبغى زياده. فقال لي يا ولدي انت امك اللهويه، انا حاخذ انا اعطيه لها 50 ريال واخصمها منك الشهر القادم. قلت له طيب كويس. فاخذت ال50 ريال وخليت الكاميرا عنده. ثاني يوم اخذت الكاميرا وبدات اصور في الطائف، جماليات الطائف، الحجر اللي من المرمى الربو اللي هو الابيض اللي يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اشياء جميله. فبدات اصور واصبح عندي مجموعه من الصور، يمكن 10-15 صوره طابعها. وانا ماشي والكاميرا معايا يعني بتفاخر انه كان. فوجئت بواحد امريكي يقول لي انت عندك صور؟ عندك صور تبيعها؟ مش عارف ايه. وريته الصور انبسط منها. قال لي تبيعها؟ قلت له طبعا ابيعها. قال لي بكم؟ قلت له انت قول بكم. قال لي ب10 ريال. قلت له ب10 ريال. يلا اعطيته الصور كلها. فراح معطيني 150 ريال. قلت له ايش؟ قال لي مو قلت ب10 ريال. انا فوجئت انه انا قلت له ب10 ريال الكل، وهو اتوقع انه ب10 ريال الوحده. فانبسطت انه اخذ 150 ريال، يعني راتب كامل في 10 صور ال15 صور. فجات في احساسي انه انا بصور كويس وممكن ابيع صور وممكن استثمر. فهذه بدايه انه بدات اخذ راتب هنا وبدات اصور واخذ فلوس وادي للوالده، وبدانا نشتري اتريك احتياجات البيت. يعني احتياجات البيت لانه كان ما عندنا الا فانوس. يعني اتريك. وبعدين ايه المروحه هذه اللي عند الوالده ما في الا واحده، فجبنا اتريك وعندنا فانوس. اخواني اختي واخويا عندهم يذاكروا بالفانوس وانا اللي اذاكر بالاتريك. فصرت يعني وصلت الى مرحله كويسه سبقت الحمد لله. يعني بعد كده يعني وجدت اعلان للخطوط السعوديه يبغوا طلبه يكونوا يدرسوا الاعدادي، يعني اعدادهم لقياده الخطوط السعوديه. قدمت انا اول دفعه الاركديت. برنامج الاعدادي هذا كان يلتقوا، يعني بيجيبوا مجموعه من الطلبه ويدربوهم وفي نفس الوقت يعلموهم اشياء اللي هي الحداده، النجاره، السباكه. هذه من اساسيات
العلم في المد في في الدورماتوري في البرنامج الإعدادي غير الدراسة. فكان يعني قبولي كان غريب جدا. لما قدمنا كان مطلوب 12 شخص وكانوا 150 نفر. فأنا واقف في الطابور فبي واحد بيقول لي أنت يا بدوي إيش جابك؟ قلت له أنا والله مع البشر دول اللي قال لي يا عمي في ناس بواسطتهم أمرا وده أحسن لك بطل من الله. قلت له بدي أكمل. ولما وصلت عند المدربين هذول اللي بيدرسوا فطالع في الشهادة قال لي يا عمي أنت ناجح وجوبا، الناس عندهم 50% و90% و80% وأنت ما عندك إلا حوالي 50-51%. قلت ما طلبته إلا شهادة. فكان الله يرحمه السيد حمد الدباغ قال لهم صحيح اختبروا. فبيقول لي تعال انت ايش يعني ايش ليش كنت يعني ما انت مجتهد في الدراسه؟ قلت له انا يعني ادرس وبيع بليله وبيع فصفص وبيع فشار. قال لي ما شاء الله تبارك الله يعني من بدري. قلت له الحمد لله. قال لي طيب ايش قريت؟ قلت له أوه انا كنت اقرا كليله ودمنه والوساده الخاليه وال. فقال وبعدين انا اشتغلت في التصوير. قال اقبلوه. ايوه اول واحد ينقبل في ما يعني في مستوى اقل من المتوسط بسبب المؤهلات اللي عندي ما كانت دراسيه لكن عندي حب العمل. وانا هنا يعني ابغى استوقف كده في سؤال يعني لما اقول ما بين يعني عصاميتك وتعبك وما بين توجهك للعمل في منشأة مختلفة، ما هو السبب أو مين السبب في عشق أبو باسل للكاميرا؟ هناك السبب، سبب العشق لهذه الآلة؟ والله شوف ربما يكون في أشياء تكون بالصدف والاحتياج. الاحتياج ربما يكون هو النجاح، هو الطريق اللي يخليك تنجح. يعني انا لما طلب مني صاحب الاستوديو انه قال لي انت سعودي؟ قلت له ايوه سعودي. قال لي يا اخي انت تبغى ماصة وتقعد على الماصة وتاخذ راتب؟ انا ما عندي الكلام هذا. انا عندي يعني يبغى يطردني بكلمه انه انا ما اقدر اسوي العمل هذا. قال لي تنظف الحمام وتنظف الاستوديو. قلت له انا موافق. اليمني قال لي ولا تقول له ولا شيء، قل له بس دائما كلمتك موافق. قال لي متأكد؟ قلت له متأكد. قال لي قلت له بس الراتب أهم شيء، الراتب كم؟ لأنه أنا يعني هدفي ساعد الوالدة. فقال لي 50 ريال. قلت له أنا موافق. فهذا الشيء اللي يخلي الواحد، أنا كمان يعني هي تجربة، تحس إنه الإنسان لما ينصدم بأشياء ويتعلم كيف يعيش كيف يبني مستقبله. هذا مهم جدا انك انت تعمل في سن صغير وتتحاور مع الناس وتتعلم كيفية الناس وكيفية معلوماتهم. يعني افهم انه ارتبطت علاقتك بالكاميرا او استطيع علاقتك بالكاميرا هي كانت موهبة وليست مهنة؟ والله اقدر اقول اثنين، يعني موهبة بعد ما تعلمت، لانه يعني التعليم هذا خلاني في البرنامج الإعدادي أقرب واحد للمدير العام للسيد حمزة الدباغ. ليش؟ لأنه كنت ألعب كورة وألعب طائرة. فكان لما سألني أنت تلعب طائرة؟ قلت له إيوه. فبدأ يعمل برنامج كل يوم يجي عندنا في البرنامج الإعدادي ويلعب طائرة، وأنا الوحيد اللي أنا أجهز له كيف يضرب الكورة ونحن نغلب الفريق. فكان مبسوط جدا انه انا العب طائرة والعب كرة قدم وادرس كمان. طيب يعني بعد ما اتبنى اسم خالد خضر، الاسم الكبير الرمز من رموز التصوير، ايش هو الدافع لدى المصور العالمي خالد خضر في التقاط الصورة؟ يعني ايش هو المشهد اللي يجعلك انك انت تندفع وتلتقط الصوره؟ منظرها، ضروره، هوايه، ايش الشيء اللي الدافع الذاتي؟ والله يمكن اقول لك شيء غريب، انا اخذت اول مره ازور مكه وكان معي الكاميرا. كنا يعني عندنا فريق التضامن وفريق
ثقيف في الطائف، فكنت أمثل الفريق مع مجموعة، وإحنا جايين من جدة قلت لهم نزلوني في مكة أنا معايا الكاميرا، وبدأت أصور في الحرم. الصور اللي في الحرم صورتها، واحد قال لي أنا بدي أكبر لك الصور وهذا، ففوجئت أنه الصور انتشرت انتشار غريب جدا حتى في خارج المملكة. فكان يعني بعض الإخوان يقولوا لي خالد في انتشرت الصور تبعتك في مصر، في السودان، في صومال، مش عارف. ف يعني شيء غريب أنه فجأة، لأنه المملكة العربية السعودية بدت يعني إعمار مكة والمدينة، وبدأوا الناس شغوفين بالرؤية الحرمين الشريفين. فالله أكرمني أنه يعني كان تركيزي كله على صور الحرمين. وبعدين يعني في شيء غريب، يعني الله يديه الصحة والعافية، الفريق هاشم عبد الرحمن بالصدف كان مار ورآني في الكورنيش أصور، فزهمني قال لي أنت عارف أنا مين؟ قلت والله ما أعرف. قال لي أبغاك تجيني المكتب، هذا كرتي، رحت سويت. قال لي هذا الفريق يا أبوي، إيش بك أنت تعرف الفريق؟ قلت والله ما أعرف، إيش يبغى بي؟ قال لي يا أبوي هذا رئيس إيش اسمه ذا طيران المدني والدفاع المدني. قلت إيش شغلته؟ قال لي يا عمي عنده طيارات وعنده مش عارف. معقول؟ فرحت له قال لي أبغاك تكون معانا تصور الحج. فوجئت بالكلام هذا، وأنا بدأت أصور الحج وفي مكة والمدينة، وأبدأ أتصور بعين الطائر لمكة والمدينة. فانتشرت هذه الصور انتشار أكثر من رائع، الحمد لله. والله حضورنا كارم، أنا أريد أن أحيي هذا المبدع خالد خضر حقيقة، لأنه أنا كان سؤالي القادم عن ارتباط خالد خضر بصور توسعة الحرمين الشريفين، والله لم أرتب معه هذه النقطة، فأحييك على أنه كان سؤالي القادم عن ارتباطك بصور توسعة الحرمين الشريفين لتولي حكومتنا الرشيدة كل اهتمام. طيب أبو باسم، يعني إيش هو شعورك أنت كمصور خالد خضر لما ترى صورك الإبداعية تزين بعض المنشآت العامة، تزين بعض الصوالين الخاصة، ويعني لما تراها تدخل مكان وتشوف صورتك في مكان عام في منشأة عامة، شعور خالد؟ أجاوبك بشقين، طبعا أكون سعيد جدا، ولكن عندما أدخل قصر أمير وأجد صورتي، تعرف إيش أسوي؟ أول شيء أحاول أقارن بين البرواز مع الصورة مع الكنب اللي موجود، وأحاول أنه يكون حتى ولو على حسابي أغير البرواز. ليش؟ لأنه شان يكون متكامل مع الباب. وإلا بعدين في قصة الله يرحمه سيد عبد الوهاب عبد الواسع، كان وزير السمعالي، أخذني فترة كل الحج كنا نصور مع بعض، فطلب أنه أنا أزين الوزارة بمجموعة من الصور لمكة والمدينة. فجالوا واحد من المسؤولين من أفريقيا وأعجب بالصور وطلب منه، فقال له روح لخالد وكلمني وقال لي خالد ترى في واحد وزير جيك يبغى صور، أعطي له إياها وخذ فلوسه. فالرجل جاء واختار مجموعة من الصور كبيرة، فقال لي الفاتورة، أنا أعتقد أنه صار المبلغ 70-80 ألف ريال. فالرجل ذهل وقال لي هذا راتبي سنة، فما يعني فوجئت. قال لي لا هذا خليها أنا أرتب مع معالي الوزير. فقلت له دقيقة، ورحت ورجعت قلت له كلمني الوزير وقال هذه هدية منه لك. قال لي كيف هدية؟ قلت له هدية منه لك، ما أعرف. أخذ الصور، بدأ يمدح في الوزير ويتكلم مع الوزير. فجأة ثاني اتصل بالوزير، ليش سويت؟ الراجل مبسوط جدا. قلت له طول عمر أنت أرسلت لي واحد فقير، أرسلت لي واحد غلبان فتقول لي فلوس منه، وقلت له واحد أنت اللي هديت له إياها. قال لي تعال بكرة. لما جيت قال لي حط لي مجموعة من الصور بمبلغ 100 ألف ريال فوق. فشوف يعني الإنسان لما يكون الهدف تبعه أنه ينتشر بالصور بالذات عن مكة والمدينة، لأنها
وخاصة كان الصور اللي نعرفها نشوفها مذيلة باسم خالد خضر. يعني الحمد لله هذا نعمة من نعم الله عز وجل علي إنه أنا توفقت في المسار هذا. ويعني كمان كان لي الشرف في أن أكون صور الحرمين الشريفين في معرض المملكة بين الأمس واليوم في رحلتها إلى العالم كله. أبو باسم، هل في صورة أو صور التقطتها وما نالت استحسانك، وكيف تعاملت معها؟ كل الصور ما نالت إحساني، كل الصور اللي صورتها أعتقد أنه أنا يعني أشوف الصورة بلاقي فيها عيب. أنت بتشوفها بتقول جميلة، لكن أنا بقول يا ريت صورتها بشكل أفضل. معنى هذا ترحب بمن انتقد صورك؟ طبعا أجمل. أنا عندك الكتاب هذا، أطلب منه أي واحد أهدي له الكتاب، أرجو رجاء أنه يكون إذا في نقد المدح ما يعني بالنسبة ما يضيف لي شيء، ولكن إذا وجدت عيب ممكن يساعدني، لأنه هذا النجاح. أما أنه أنا أبحث عن أنه واحد يمدحني ولا يقول لي صورك جميلة ولا، لكن لما يكون عنده نقد يضيف لي شيء أكون مبسوط جدا بجد. جميل جدا. من خلال المسيرة اللي نعرفها، من خلال ما يعني تم الاطلاع على مسيرتك، من خلال ما كتب في الصحف، عرف المصور خالد خضر بأنه مصور الملوك. ماذا يمثل هذا اللقب للأستاذ خالد خضر؟ والله شوف، مصور الملوك هي من المحاسن الصدف أنه يكون كنت أصور في الكورنيش صور، وتعرفت على واحد جابوه المملكة وزارة الإعلام علشان يصور المملكة ويعمل كتب، دكتور أنجلو بيشي. ففوجئ أنه أنا بصور، فقال لي تعال أنت سعودي وتصور؟ قلت له طبعا أنا بصور. فأخذني إلى المعالي محمد سعيد فارسي أمين مدينة جدة، قال لي أنت جايبيني من إيطاليا وعندكم واحد مصور كويس؟ فجاني قال لي أنت بتصور؟ قلت له، قال له فواحد قال له وظفه في البلدية ب950 ريال. قلت يا أبوي أنا في الخطوط السعودية أخذ 250 ريال. فقال لي مالك شغل أنت؟ قلت يا أبوي أنا مطالب في الخطوط السعودية ما عندي وقت. قال لي إذا عندك وقت أشتغل وكل شهر يعطوك 950. فقال له هذا يكون مساعد معاك وروح على أساس الإيطالي. فالإيطالي يصور والأشياء اللي أنا أصورها يأخذها. فعمل أكثر من 5 كتب عن المملكة من تصويري ومن تصويره. فمرة من المرات قال لي أنا محتاجة تاكسي نروح ونجي، ما عندي لا أنا ما عندي بسكليتة. فقال لي نبغى نشتري سيارة، فأعتقد المبلغ كان 18,000 ريال، اشترى تايوتا باسمي. قلت له هذه لما تروح أخليها؟ قال لي لا استعملها. فاستعملناها أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة قال لي هذه السيارة لك أنت. قلت له كيف؟ قال لي أنا استعملت صورك وهذا على الأقل مقابل أنه أعطيك المبلغ هذا، لأنه أنا استفدت منك أكثر من المبلغ اللي أنا بهدي لك إياه كصورة كالسيارة. فشوف الأشياء اللي يعني تتلائم مع بعض، أنه تلاقي اللي خدمته أكرمك. جميل. ومن وفاء من الله الحمد لله. فبدأت يعني أجمع الصور بطريقة وأحافظ عليها على أساس أنه يكون خزين للمستقبل، خزين للمملكة العربية السعودية. وإن شاء الله يعني حيكون في خبر طيب أنه يعني أنتقل ب المعمل تبعي أو المجموعة الصور في الصور اللي صورتها عن المدينة، يمكن حوالي 250,000 صورة أنقلها إلى المدينة في تطور المدينة المنورة. هذا يعني خبر حصري لمنصة جمعية الثقافة والفنون. لا، لأنه شوف أنا وصلت إلى عمر ما يعني عندي ولد، ولكن تخصصه في مجال تاني. فقال لي بابا أنت مبدع في عملك، لازم تعمل حسابك وتخطط إلى أنه يكون العمل تبعك والمخزون تبعك يقدم إلى مراكز الدولة اللي ممكن تحافظ عليه.
سوف نستعرض الآن شيء من مسيرة الأستاذ خالد من خلال العديد من الصور. طبعاً في نهاية العرض الصور اللي حنشاهدها سوف أسأل الأستاذ خالد من هي الشخصية التي كنت تتمنى أن تلتقط لها صور. أنا سأترك لك يعني التعليق على كل صورة. بالمناسبة أنا أتذكر هذه صورة مع سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان. أتذكر في إثنينية عبد المقصود خوجة، وحينما كان يتحدث سموه أشار إليه وأنت كنت في أول الجلسة في أول الصفوف جالس، وأتذكرها حرفيا تماما حينما أشار للأستاذ خالد وقال هذا أستاذنا في التصوير، وأنا هذا الشيء قررته. فسأترك لك التعبير عن كل صورة الآن. هذه بعد ما خلص من الفضاء وكان أول عربي يصعد إلى الفضاء، كنت عملت له معرض في أمريكا وفي الفندق اللي هو ساكن فيه. فأول يوم ما كان في ناس، وتاني يوم قال لي المعرض الناس مشغولين وذا، قلت له طيبة العمر. فتاني يوم وجد كمية من الطلبة، قال إيش سويت؟ قلت له طول عمر واحدة جات بتشتري صورة، قلت لها عندك ثلاث حلول، يا تشتريها $200 الآن، يا تشتريها $100 بعد انتهاء المعرض، يا تجيبي 25 فرد وتاخذيها ببلاش. قال لي والله. فكان يعني شيء جميل انه يعني الطلبه والمجموعه وده، فكان مبسوط جدا من الرحله. كرمني اسمه الامير سلطان كاول سعودي يعني بكاميرا الذهب في مجموعه من القيادات السعوديه. هذا الامير الراحل رحمه الله عليه رائد الثقافه يعني، وهو يعني من اسس اول من اسس الانديه الادبيه وتحديدا يعني هذا بالضبط. هذا يعني في معرض من المعارض اللي عملتها كان لي الشرف ان يكون موجود معه. او هذه قصتها قصه نيلسون مانديلا هو يعني انا اقرا بس الكتاب. هذه الجمله لقد كان من دواعي سعادتي أن ألتقي بفنان يمتلك التعبير وأختار العالم كأرض خصبة لإلهي. يعني هذه الجملة، هذه الجمل اللي لم أرى في حياتي تجميع بهذا الإبداع. سمو الأمير خالد الفيصل يعني ما يحتاج نتحدث عن مقام سمو الكريم، وهو يعني رائد الثقافة والشعر والأدب والفن. قبل 30 سنة دعيت إلى من جمعية الثقافة والفنون في أبها وعملت معرض، وكان افتتاحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل يمكن قبل 30 سنة في جدة في معرض الكتاب. كنت عامل معرض وجاء الأمير خالد الفيصل والأمير سلطان بن سلمان وردد الكلمة اللي قلتها، أنت اللي علمتنا التصوير. الله يعطيهم الصحة. الأمير مشعل طبعا له مواقفات كبيرة معي. أنا كتابي يعني كتاب اللي هو الأشكال الجمالية اللي سويته عرضته عليه، وكنت بأسوي جدة عروس البحر، فكان يمكن 5-6 مرات التقيت به وهو يعدل. فمرة من المرات قال لي أقول لك فكرت في الموضوع، جدة هي متحف تحت الشمس ما هو عروس البحر. يا سلام. فقلت والله جميل يا طويل العمر على أساس نسمي الكتاب هذا. وكانت المقدمة من سموه الأمير نواف. الأمير نواف سفيرنا في بريطانيا كان له يعني باع طويلة في تكريمي في كل مناسبة هو يحضرها ويطلبني، وعملت معرض عن الحرمين الشريفين في بريطانيا في 3 مدن. هنا طبعا صورة مع مهندس هذا الله يرحمه محمد معالي الدكتور محمد سعيد فارسي
كان له الفضل بعد الله في مسيرتي ودعمي، لأنه كان حريص أن تكون جدة هي عروس البحر، وكان يعني يطلب أنه يقول لي روح خذ طيارة ويطلب طيارة، وكان هو الذي دعمني في الديوان الملكي، لأنه كان يأخذني إلى الديوان ويقول لهم ترى خالد خضر ترى محترف تصوير، فبعد كده صرت أروح الديوان وأصور بعد مع كمان يعني الشيخ علي بن مسلم رحمة الله عليه كان له دور كبير جدا، لأنه قال لي الصور اللي تصورها يا خالد ترى الملك كان مبسوط منها، إيش رأيك تشتغل في الديوان؟ أبغى أحولك للديوان. قلت لي طول عمر أنا في الخطوط السعودية، والخطوط السعودية الكابتن أحمد مطر هو اللي طلبني أنه أنا أكون في الديوان وأصور والمسؤولية الخطوط السعودية. الصورة تحكي عن الله. هذه صورة لرحمة الله عليه الملك عبد الله. الفكرة في الأول كان الأمير الأمير خالد الفيصل وراء الأمير مقرن وراء الأمير فيصل بن عبد الله. وديت الأمير فيصل بن عبد الله صورة، لأنه الملك خال، فوديت له صورة الملك عبد الله يسلم على الحجر وفوق رأسه الملك عبد العزيز يسلم على الحجر. قال لي هذا من أجمل الصور وبوديها للوالدة، الوالدة أخت الملك عبد الله. فلما أهدى لها إياها قالت أهديها للملك، قال لها لا أنا أخلي خالد يسوي صورة ويرسلها. فقال لي سوي لي صورة كبيرة وذا، فسويتها. قال لي روح الديوان وذا. بعدين طلب روحنا الديوان وتقابلت مع الله يرحمه، وكان في حديث الأمير خالد الفيصل خالد خضر من أوائل المصورين. فبعدين الأمير مقرن الأمير فيصل قال ونحن هنا كمان نصور بعد. الحمد لله. هذا مولاي الملك سلمان في زيارة للأمير خالد الفيصل في قصره، يعني طلبت من الأمير خالد الفيصل أنه في صورة تضم مجموعة من أعيان مكة والوجدة تصوروا مع الملك سلمان قبل 20 سنة في قصره. قال لي برافو عليك جيبها. فلما جبتها فالأمير خالد بيقول له ترى خالد خضر، قال خالد خضر أعرفه من يوم ما كنا رحلتنا في معرض المملكة أمس واليوم كان موجود معنا. فكان هذا الحمد لله. هذه في البرنامج الإعدادي الخطوط السعودية. أين أنت؟ هذا اللي ماسك الصور الكتاب أنا جنبه. عام كم يا أبو باسم؟ في الثمانينات. ميلادي. أي. هجري. لا ميلادي 42 سنة 41 سنة. أعتقد في الكندرة. في الكندرة أي. برضو. هذه في فكرة تكريمي. أعتقد في القفص الذهبي. في القفص الذهبي كان لما أخذت الكاميرا الذهب اللي هو الجولد بليتد، السويد أعطوني كاميرا هاسل بلاد كأول عربي يتعامل مع الهاسل بلاد، من توصية من الأرت سنتر كوليدج أوف ديزاين في باسدينا في أمريكا، فأعطوني كاميرا جولد بليتد. فقلت رحت للفارسي وقلت له طول عمر ترى أنا بيهدوني كاميرا، فهل من الأدبيات إنه أنا أبلغك؟ وده قال لي روح الأمير مشعل الأمير ماجد وقول له أنا فزت بكاميرا وده، ومحمد سعيد فارسي أرسلني عليك. فرحت الأمير ماجد وسلمت عليه وقلت له كذا كذا. قال فين بيكرموك؟ قلت والله يمكن في السفارة طول عمر. قال لا والله ما حد يكرمك لك بيتي. أنا فوجئت بالكلمة دي وكانت صاحقة. فرحت لهم قلت لهم ترى أمير المنطقة أخو الملك رغبان إنه أنا أكرم في بيته. قال كيف يعني أخو ملك ويكرمك بيته معقول؟ والله هذا اللي سهل. فرحت بيته يوم الخميس على البحر، والله الجملة اللي قالها يا ناس في محفل في قال أنا أتشرف أن أكون خادم لأمثال خالد خضر. وقلت له طول عمر إحنا خدامكم طول عمر. قال لي لا إحنا لما نكون نشوف
أن المواطنين في المملكة العربية السعودية يحصلوا على جوائز عالمية إحنا ننبسط فيها. فالحمد لله. والأمير عبد المجيد الله يرحمه. الله يرحمه. أمارته في مدينة جدة في مكة والمدينة. هذه في معرض من معارض المدينة المنورة. هذه تكريمي في الجنيدرية. أعتقد هل هو نفس الكتاب؟ لا 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 لا. هذه جدة. عفواً عن جدة. أيوة. هذا رحمة الله عليه. العالمي. نحن نجلس في قاعته. لا الغريب في هذا الموضوع إنه يعني لما الأمير ماجد كرمني في هذا طلب من الفارسي أن يكرموني أنا وعبد الحليم رضوي. في القاعة اللي شفتها قبل. سمو الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله. سمو الأمير نايف بن عبد العزيز هذا في قصر الأمير خالد الفيصل، وفي قصة ثانية وفي وزارة الداخلية عملت له معرض، فقلت له طول عمر أنتوا بكرمكم كل ما تسافرون تهدون سيف ذهب وهم يهدوكم كتاب، فليش ما إحنا في أي سفرة تقدمون صور عن المملكة وكيف التطور فيها؟ فقال ابن إبراهيم قال له ترى خالد خضر يروح معنا بعد 3 أيام فرنسا. قال لي وش البلشة هذه؟ كيف نطلع لك تأشيرة وكيف مش عارف إيش؟ فجبت حوالي 1000 صورة عن المملكة وبدأت أسوي الألبوم. في الطيارة لما طلعنا على باريس يمكن 5-6 مرات جيبوا خالد غير بدل. في فرنسا لما قابل جاك شيراك أكثر وقت اجتمعوا فيه وهم يقلبوا الصور يمكن 40 دقيقة جناح المملكة؟ لا في الأليزي في نفس القاعة. ففوجئت أنه سد نجران شركة فرنسية اللي سوته. طبعا هذا الخطوط السعودية اللي لها الفضل بعد الله. هذا نسخ خريجين البرنامج الإعدادي صور. كانوا كل سنة نتخرج من برنامج يعني من ده يودونا أمريكا بريطانيا سوريا عشان نتعرف على المكاتب الخطوط السعودية. الله يرحمه كان هذا معرضي اللي في الهيلتون. هذه كنت لاعب في دخلنا هنا الى الجانب الرياضي. وين فين هذه يا ابو باسل؟ هذا في الطائف. انا هذا الوحيد اللي هذا كذا. اي وحيد؟ هذا اللي على يسارك. شوف الضعيف هذا. انت دين هذا ومطلق الجعيد وسليمان. يا الله فسحة مدرسه ولا لا؟ لا هذا فريق ثقيف، نادي ثقيف. نادي ثقيف هذا وصولكم؟ هذا وصولنا لبريطانيا. هذه دعوة من العراق لحضور عيد ميلاد صدام حسين، فأخذت صورة مكة والمدينة كبيرة، وكان هذه الصورة إهداء يعني أنا سويتها وكنت أمثل المملكة لأنه واحد جاء من العراق قال أنت مطلوب أنك تجي. قلت يا أبوي مطلوب أنا إيش ذنبي أنا ما أدري. قال لا تروح تصور هذا. فقلت ما أقدر أسوي شيء لين يعطوني مثلا وزارة التعليم وزارة المعارف ولا شيء يعطوني ده. ثاني يوم جاني برقية من الأمير فيصل بن فهد أنه أنا أمثل المملكة أروح أنا وهشام بن جابي. فهذا نصيف جاسم هذا وزير الإعلام. أيوة في ذاك. فلما جبت له الصور هدية للصدام حسين من المملكة العربية السعودية مكة والمدينة، فهو يقول أنه منسوب، ففاجأ أنه عمل لي خطاب شكر عن هذا أبو نورة محمد عبدو مع فنان العرب. أكيد طبعا هناك علاقة قوية. الله من الناس اللي ومن يعني هو ومن لا يحب أبو نورة. الله هذا الجاسر طبعا علامة الجزيرة رحمة الله عليه. هنا مع معالي الشيخ معالي الدكتور محمد الله يرحمه وإبراهيم الدغيث رحمة الله عليه. الله يرحمه. والفنان حسن هذا في رحلة مع الشيخ محمد سعيد فارسي،
كان يدعمني انه انا اعمل مقابلات مع الممثلين. معرض هذا معرض رواد الفضاء اللي عملوا في عملته في الجنوب، فنان محمد عمر اعتقد، وكاتب من الكتاب عبد الله سلمان. اي طبعا الصور عديدة بلا شك كثيرة، لكن انا ابغى اعود للسؤال اللي انا وعدت الحضور الاكارم والمشاهدين الافاضل، من هي الشخصية التي كنت تتمنى ان تلتقط لها صورة ولم تتمكن؟ يعني فيه حاجات، انا اعجبت بهشام بنجابي، انا صورت الملك فيصل ولكن من بعيد، كنت اتمنى لما عرض لنا صورته وهو يقدم هدية للملك فيصل اللي هو لوحته، ف يعني كان بودي ان اصور الملك فيصل رحمة الله عليه، ولكن يعني اراد الله ان اكون مرافق ومصور للامير خالد الفيصل الذي يعني رافقته في كثير من المواقف في بلدان العالم وفي الحج وفي اماكن كثيره. ما شاء الله. سوف ننتقل للمحور الاخير في هذه الامسيه الجميله، وهو محور ماذا لو. ابو باسم، ماذا لو كنت مديرا لجمعيه الثقافه والفنون، هل ستكون حيادي ام ستميل للمصورين؟ الله، لو أنا خيروني أن أكون مدير لجمعية الثقافة والفنون أجيب محمد آل صبيح وأقول له هذا شغلك. طيب ماذا لو كنت يعني مسؤول عن اختيار الصور ووضعها في المرافق العامة، إيش هي معاييرك؟ شوف، أرجو أنه يكون في كل سنة تتجمع الصور اللي اتعملت معارض والتشكيلين اللي اتعملت معارض، وأن تكون في كتاب جميل بشكل يهدى إلى المسؤولين أو الفنانين، وهذا يكون في جمعية الثقافة والفنون، ربما يكون هدف منه بيعه أو إهداءه أو اللي يحتاجه. وهذا يدعوني إلى سؤالي الأخير، أنه لو كنت مسؤول أمين مدينة بغض النظر عن أي مدينة، كيف كنت يعني تكافح التشوه البصري؟ شوف، أنا أقول لك، الجدة ما في مدينة في العالم، ما في مدينة في العالم حظت بأشكال جمالية من أنحاء العالم، من أنحاء العالم. أنا عندما عملت كتابي جدة متحف تحت الشمس عرضته على مسؤول و عدل في الأشياء دي وعرضت عليه، وكان في عنده السفير البريطاني، لما شاف المجموعة اللي موجودة في الكتاب طلب أنه ممكن يشتروا الأعمال تبع أنسل آدا اللي هو سيريلي أو سيزار من الفنانين الكبار البريطانيين، وهذه الثلاثة أعمال اشتراها محمد سعيد فارسي رحمة الله عليه $50,000، قال لي احنا مستعدين نشتريها $1,000,000. هذا العمل، لانه توفى الرجل ويبغوا يجمعوا الاعمال في بريطانيا عشان يسووا متحف للرجل، واحنا الجماليات في مدينه جده من جميع انحاء العالم. شكرا الاكارم ومشاهدينا الافاضل، من هنا من مقر جمعيه الثقافه والفنون بجده نجدد شكرنا للمصور العالمي الأستاذ خالد خضر، ونتمنى لكم جميعا نوما هادئا وأحلاما سعيدة.